مرحبا أستاذ. عفوا أستاذ، بس شفت بوست منزلين عن أكو وظائف، يعني فحبيت بس أكون أول المقدمين على هذه الوظيفة. أهلا ومرحبا. عمرك جربتي مقابلة عمل عبر الإنترنت؟ لا، أول مرة. طيب، راح أبدأ وياك بتفاصيل الوظيفة. الوظيفة تابعة لشركة جولدن دايركتور، وتفاصيلها كالآتي. على فكرة، العمل راح يكون 24 ساعة باليوم، والعمل حساس جدا ويتطلب التركيز والانتباه. العمل راح يكون متواصل لمدة 7 أيام بالأسبوع لمدة 365 يوم بالسنة، يعني ماكو مجال للراحة. يعني ماكو استراحة، إجازة أطلة؟ طبعا، لأن هاي الوظيفة أصعب وظيفة على الإطلاق. ماكو استراحة غدا؟ أكو وجبة سريعة لكم احتمال تتناولوها إذا ما كان أوردر عمل حاضر تتوجهون إليه. كل هذا؟ معقولة؟ زين، شقد الأجور مقابل هذا العمل الصعب الشاق؟ ماكو مقابل للوظيفة، لأن الوظيفة مجانية، لكن يمكن أن تستغلوا المكان للراحة وتأكلون الوجبة المقدمة من قبل الشركة. ها؟ معقولة؟ مجانا؟ لا، ماكو أحد اشتغلتي شغل ببلاش. ماكو هيك شيء مستحيل. طبعا هناك ملايين الأشخاص اللي يعملوا بهاي الوظيفة بدون مقابل. منو يشغل هيك وظيفة مقابل لا شيء مجانا؟ الأمهات اللي مع الأسف انسينا دورهم، واللي قدمن إن كل جهدهم، المال، الراحة، نسن النوم في سبيل إحنا ننام، نسن الراحة في سبيل إحنا نرتاح، نسن يتهنن الملابس الجديدة حتى إحنا نطلع مظهر جيد. كل هذا مقابل لا شيء، انه اكبر واصير واتولى منصب واتزوج ويكون لي اطفال ارعاهم وارعى زوجتي، تبقى الام هي خادمه لي وخادمه لاهلي، ام اللي ما استنكفت انه تخدمني وتخدم اي فرد من افراد عائلتي. امي الام شمعه احترقت حتى تضوي طريقي وطريقك. الام اللي ما انتظرت مقابل معنا. الام اللي تسهر حتى احنا ننام. الأم اللي تقدم أموال وكل اللي عندها وساعاتها وراحتها في سبيل إحنا نسهر ونطلع ونرجع للبيت. أمي أكو يوم رددنا هاي الكلمة، أمي إيش قدمت الأم؟ إيش سويت الأم؟ أتأمل المفردة شلون تجازيها، شلون راح تقدم لها خاصة وهي إذا موجودة بعد في الحياة. سارع لخدمة والدتك، وفاء ولو شيء بسيط لوالدتك، ما تندم بعدين تقول أنا ما قدمت لها أي شيء. أمي أقف لك تحية إجلال وأنحني كرامة وإجلالا وقدسية لك يا أمي، شكرا لك على كل شيء. شكرا لأنه اهتميتين بينا، وأبد ما حسستين بتعبك، أبد ما حسستين أنه أنت متفضلة علينا، ودائما كنتي موجودة لما أريدك، وأتمنى أنه أقدر أصير أم مثلك. جديات بحياتي ما قلت لها شكرا، ولا بحياتي قلت لها أني أحبك، ولا بحياتي يعني حتى جربت انه اعاملها برومانسية بلطف، اجي ابوسها هيجي بدون سبب. حياتي بكل مواقفي تحس قبل ما اني يصير بيا شيء، تحس وتجي هي وحدها وبالقليل تخاف. حياتي ما شكرتها، بس الله يدري ايش قد احبها، بس قد بتعرف اقبلها.